عبد الغني الدهدوه رسام كاريكاتير مغربي، رسام رسومات الصحافه دي ساندو بريس، ورسومات الرسومات السياحيه ايضا، الوجوه السياحيه في الفضاء الماضي بطنجه. فن الكاريكاتير عرفته منذ الطفوله المبكره، ومن بعد تعلقت به اكثر لما اكتشفته في المنابر الصحفيه. حاولت في مرحلة المراهقة أنني نقلد رسومات فنانين معروفين، مثلا في حال العربي الصبان، في حال حمودة رحمه الله. بعد ذلك أصبحت أنشر بعد الرسومات في الصحف المحلية، إلى أن تطورت التجربة وأصبحت رساما محترفا بجريدة المساء، التي التجربة اللي استمرت حوالي 12 عام. التعلق ديالي بفن الكاريكاتور كيخليني دائما أنني نغامر في هذا الميدان، وكنقول حتى إلى فشلت فيكفيني شرف المحاولة. تجربة الرسم في ساحة عمومية في مكان عمومي هي تجربة صعبة، وتحتاج إلى جرأة، كتحتاج الى واحد التعلق ديال الفنان بالفن ديالو. لولا ذلك لما استطاع ان يرسم الناس في الشارع، لانه اللقاء بالجمهور هو لقاء تكتنفه بعض الصعوبات، لكن فيه ايضا ينطوي على واحد المتعه كبيره، وانا الان اعيش تلك المتعه. وأصبحت يعني صح التعبير مدمنا على رسم الناس في الشارع، لأن تجربة تستحق يعني أن يجتهد فيها الفنان، وأن يقدم فيها الفنان الشيء الكثير لهذا الجمهور العاشق لفن الكاريكاتير. الناس اللي كيترسموا عندي في مارينا هم أناس سياح بالدرجة الأولى، مغاربة بالدرجة الأولى، يعني العدد الأكبر هم مغاربة، وأيضا يوجد أجانب من بين هؤلاء. الفضاء ديال مارينا يحج إليه الكثير من عشاق فن الكاريكاتير، أحيانا يعني يأتون إليه فقط من أجل رسم كاريكاتوري لكي يحتفظوا به للذكرى. وأيضا اكتشفت على أن المغاربة عاشقون لفن الكاريكاتير بواحد الشكل يعني كبير جدا، والأمر اللي ما كنتش كنعتقد على أن المغاربة غادي يكون يعني مقدمون على هذا الفن، وعندهم واحد الشغف كبير به، ويحاولوا يكتشفوا الوجوه ديالهم بصيغه صاخره. ايضا التعلق ديال الصغار ومختلف الشرائح الاجتماعيه. كنظن فن الكاريكاتير المغربي عرف مؤخرا واحد التراجع، وهو امر موضوعي، لان كثير من الاشياء حدثت. هناك تراجع للورقي، بروز صحافة بديلة، صحافة رقمية. هذه الصحافة الرقمية للأسف ما يمكنش تهتم بفن الكاريكاتير كيف ما كانت كتهتم به الصحف الورقية. هذا أمر طبيعي وموضوعي. أرى على أن فن الكاريكاتير يعني في المغرب يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى على الأقل الدعم المعنوي وبعض الدعم المادي، مثل نشر كتب ديال فنانين اللي كتعرض للضياع، لانه هناك فنانون يعني اما يرحلون عن الدنيا ولا يتركون اثرا للاجيال القادمه، وهذا مؤسف جدا. نتمنى ان يتم الالتفات لهذه الفئه، لانه على الاقل للحفاظ على مكانه المغرب ضمن فضاء متوسطي يهتم بهذه الرسومات منذ سنوات، يعني منذ 300 سنه او اكثر.